الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم عن البريكر فيلير. طيب اول حاجه هفتح عندي الكونفيجريشن بتاعتي. قبل ما نتكلم عن البريكر فيلير ازاي نحط السيتنج او ازاي نعمل له كونفيجريشن، عايزين نشوف اللوجيك بتاعه شغال ازاي. تمام. طيب نيجي نبص اللوجيك بتاع البريكر فيلير شغال ازاي. اول حاجه اللوجيك هنا او اللوجيك بتاع البريكر فيلير عموما كله واحد، ان انا عندي فولت حصل في وقت ما قعد فتره زمنيه معينه، البرودكشن خدت الديلي تايم بتاعه، وبعد كده عملت ايه؟ تريب سيجنال. في نفس اللحظه اللي عامل فيها تريب سيجنال بتبعت انيشيشن للسيركت بريكر فيلير، بتقول لها والله انا بعت تريب للسيركت بريكر، فشوفي كده السيركت بريكر ايه؟ ان كانت هتفتح ولا مش هتفتح. تمام؟ فبتبتدي السيركت بريكر فيلير بتدي وقت للبريكر عشان تفتح فيه، الوقت ده بيساوي الايه؟ بيساوي السيركت بريكر اوبننج تايم بلس الارك كوينشنج بلس الايه؟ المارجن، حوالي 120 ملي سكند. خلال ال 120 ملي سكند ده اول ما يخلصوا لو لقيت ان البريكر مفتوحه يبقى كده تمام، لو لقيت البريكر لسه مقفوله بتديها ريتريب مره ثانيه. وقلنا الريتريب كان فكرته في الاول ان التريب بيروح على تريب كويل 1، فساعتها بحاول ان انا ادي ريتريب عن طريق تريب كويل 2 لربما يكون تريب كويل 1 في مشكله. بعد كده اول ما بتديها ريتريب بتستنى فتره ثاني اللي زمن السيركت بريكر اوبننج والارك كونشنج والايه؟ والمارجن 120 ملي سكند تانيين زيهم بالظبط. وساعتها في الحاله دي لو لقت ان البريكر مفتوحه يبقى تمام، ما لقتش البريكر مفتوحه في نهايه ال 120 التانيين دول فده معناه ان البريكر خلاص مش هتكون قادره انها تفتح، وبالتالي لازم استخدم الباك اب بروتكشن. وقلنا باك اب بروتكشن ما اقصدش بيها ان هي فانكشن ثانيه هتطرب للبريكر، لا اقصد بيها ان هضطر ان انا افتح بريكرز ثانيه عشان اعزل الفولت بتاعي. وقلنا الباك اب بروتكشن ده يعني ان انا افصل كل البريكرات اللي متوصله معايا على نفس الباسبار وممكن تغذي الفولت بتاعي، بلس ان انا بقيشه ريموت تريب ليه؟ للسيركت بريكر متوصله معايا على الاوفر هيد لاين بتاعي او الاندر جراوند فيدر ايه بتاعي، ولو كان محاول بدي ايه تريب للداون ستريم سيركت ايه سيركت بريكر. ده اللوجيك ان جنرال. تعال نشوف اللوجيك هنا بيتم تنفيذه ازاي في السيمنز. كان ليه طريقه في التنفيذ في السيمنز عشان برضه وانت بتسمع الفيديو تبقى برضه مركز معانا. السيمنز كان اول ما تيجي للبريكر فيلير انيشيشن سواء كان انترنال سواء كان اكسترنال، اول حاجه بيشيك عليها هل البريكر مقفوله ولا لا. لو البريكر مقفوله بيبتدي يعد التايم بتاعه اللي هو تي 1 وتي 2 وعلى اساسه يخرج ري تريب او يخرج ايه باك اب تريب. هنا في الاي بي بي الموضوع مختلف. الموضوع في الاي بي بي ان انت بتدي له انيشيشن بيبتدي يعد التايمات الاول وبعد كده شيك البريكر مالها ان كانت مفتوحه ولا مقفوله. طيب التريبات بتاعتي زي ما احنا عارفين بيتقسموا اربع حاجات، يا اما تريب انترنالي نتيجه كرنت بروتكشن فانكشنز زي الاوفر كرنت زي الارث فولت زي الديفرنشال زي الديستنس زي دايركشن اوفر كرنت دايركشن ارث فولت، اي فانكشن معتمده في الفولت بتاعها على مرور تيار من خلال السيركت بريكر بتاعتك. في عندك انترنال بروتكشن فانكشن ودي بتكون نتيجه بروتكشن فانكشن مش معتمد على التيار، يعني ممكن تحصل بدون ما يكون في تيار عندي مارر في السيركت بريكر بتاعتي. وعندي اثنين سيجنال ممكن يكون اكسترنال، قلنا لان ممكن يكون الريلي بتاع البريكر فيلير ريلي لوحده وريلي وفي ريلي تاني هو اللي بيحمل ايه الفيدر، فبيجي لي ساعتها حاله اكسترنال بيجي لي عن طريق باينري ايه باينري انبوت. الاكسترنال ده يا اما هيجي لي نتيجه بروتكشن ترابط عاديه اوفر كاونترز فولت من الريلي تاني، يا اما يجي لي نتيجه حاجه زي الميكانيكال بروتكشن الموجوده في المحول، وفي الحاله دي اللي احنا بنسميها اللو كرنت مود او المزود ايه مزود كرنت. وقلنا دي معتمده على ان مثلا بدينا مثال فيها في المحول ان مثلا الاب ستريم سيركت بريكر مقفوله والجهد ابلايد على المحول والجهد ده ترانسفيرد للسكندري بس السكين البريكر بتاعت السكندري اوبن، ففي الحاله دي مفيش اصلا تيار مر في المحاول مفيش لود محطوط على المحاول. لو اي ميكانيكال بروتكشن اشتغل زي الاويل لو ليفل زي مثلا الاويل تمبريتشر اي حاجه من دول ادت تريب للبريكر والبريكر ما فتحتش، السيركت بريكر فيلير عشان تحدد البريكر فتحت ولا ما فتحتش واعتمد فقط بس على التيار، في الحاله دي اصلا مش هتشوف تيار نتيجه اصلا ان العطل اللي موجود عندي مش عطل مصاحب للتيار. يعني ايه مش عطل مصاحب للتيار؟ يعني ممكن يكون فعلا محاول مقفول من ناحيه واحده بس يحصل شورت سيركت على الكابل بتاعه في السكندري، يحصل انسوليشن فيلير على الوايندنج بتاعته، في الحاله دي في تيار اكيد هيعدي، فالبرودكشن اللي هتشتغل البرودكشن معتمد على مين؟ على التيارات زي الديفرنشال بروتكشن ترانسفورمر ديفرنشال او زي الترانسفورمر ريستريكتد ايه؟ ارث فولت او اوفر كرنت حتى لو اشتغل. لكن الميكانيكال بروتكشن ممكن تشتغل بدون ما في تيار يكون ماشي في المحول. في الحاله دي لو اديت تريب للبريكر واعتمدت على ان انا اشوف البريكر مقفول او مفتوح عن طريق تيار فقط، في الحاله دي البريكر فيلير هتديسايد على طول ان البريكر دي اوبن، يعني مفيش اصلا تيار معدي، وهتسيب البريكر مقفوله بالوضع ده. طب ايه الخطوره؟ قلنا حاجه زي الاويل ليفل او الاويل تمبريتشر اي حاجه من دول. الاويل ليفل يعني الاويل دلوقتي
في ليكج عندي في المحول والاويل بينزل، معنى كده ان التبريد اللي على المحول بلس الانسوليشن بتاع المحول ابتدى يضعف، فممكن يحصل بعد كده ايه؟ بريك داون، وده غلط. عشان كده لازم اعتمد في الحاله دي على البريكر ستيتس، وبالتالي سمينا الحوار ده ان انا جاي لانيشيشن وزود كارنت، او بنسميها اللو كارنت مود، يعني ان التيار عندي قليل. طيب في السيمنز كان عندك اللو كارنت مود لما بيجي غصب عنك بيشارك على مين؟ على السيركت بريكر ستيتس. اما الاكسترنال انيشيشن العادي اللي هو جاي لي من البروتكشن عاديه من ريلي تاني، او الانترنال بروتكشن، دي كلها معتمده على التيار، يعني التيار على طول بشكل دايم ايه؟ موجود معايا. تمام؟ هنا الوضع مختلف. هنا كل البروتكشنز انت بتوصلها على سيجنال او فيرتشوال انبوت واحد بس في البريكر فيلير اسمه ستارت بي اف. اهو هو ده البلوك هنا بتاع البريكر فيلير، وادي الانبوت ده اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ستارت، ده فيرتشوال انبوت للفانكشن، ده بتوصل عليه التربات بتاعتك ايه؟ كلها. لما بتيجي عليه التربات اوتوماتيك على طول بغض النظر البريكر مفتوحه البريكر مقفوله، في كارنت مفيش كارنت، البريكر ستاتس بتاعته كلوز، البريكر ستاتس بتاعته اوبن، بغض النظر عن اي حاجه هيروح يشغل تايمر تي 1 وتي 2. حلو كده الكلام؟ بعد ما يخلص تايمر تي 1 يجي لي هنا على الاند جيت بتاعتي. حلو كده؟ اند معاه هيجي هنا بقى. هل امتى بقى؟ قايل له في السيتنج يشارك على الكرنت تمام؟ ولا يشارك على السيب ستيتس؟ هنا عندي في الريلي الريف 615 في الريت ريب مفيش عندك غير يشارك على الكرنت بس. تمام؟ في الريت ريب عندك يا اما يشارك على الكرنت يا اما ما يشاركش على حاجه ويدي تريب وخلاص. تمام؟ بس احنا بنتكلم ان جنرال، خلينا نتكلم على الاي بي بي ان جنرال، في ريلات ثانيه ممكن يعتمد فيها عادي على البريكر ستيتس. فهو هنا بيقول لك بعد انتهاء زمن تي 1 اروح اشوف ايه؟ هل البريكر مفتوح ولا مقفول؟ لقيتها مفتوحه خلاص مش هعمل حاجه، لقيتها مقفوله يعني جاي لي سيجنال هنا بون، هطلع ايه؟ ريترب. سيبك من الاثنين سيجنال اللي فيهم نوت دول، هنحكي دلوقتي قصته. طيب طلعت ريترب في نفس الوقت التايم تي 2 ده لسه شغال، لسه عمال ايه؟ يحسب. خلص التايمر تي 2 هيطلع لك هنا 1. والله لو البريكر لسه مديالك سيجنال انها كلوز عن طريق الكرنت او عن طريق السيب ستيتس، هيروح يعمل ايه؟ يطرب الباسبار عندك ويبعت ايه؟ ريموت تريبنج. حلو كده الكلام؟ حلو. ده الموجب بتاعنا العادي. نيجي بقى نشوف ايه اللي بيحصل عندك. اللي بيحصل عندك ان بيقول لك ايه؟ في الاي بي بي في السيمنز كان بيجي لك انيشيشن ويستنى يشوف بريكر كلوز ولا لا، شافها كلوز يعد تايم ويديك ري تريب وباك اب تريب. هنا بيعد التايمات على طول، في نهايه التايمات لو لقى البريكر اوبن التايمرين خلصوا، ولقى ان البريكر اوبن فبالنسبه له كده معناه البريكر مالها؟ فتحت من التريب الاولاني، والحقيقه ايه؟ بيس خالص، ما عنديش اي مشكله. صح؟ طب افرض بقى بعد ما حصل الكلام ده رجعت البريكر مقفوله، اتقفلت، هو بالنسبه له الكلام ده نوت لوجيك. ليه؟ ازاي انا لسه جاي لي انيشيشن؟ ازاي لسه جاي لي انيشيشن؟ يعني التايمرات دي مطلعه واحد نتيجه الستارت ده بواحد. صح؟ جاي لي انيشيشن معناه ان اللوك اوت مطرب، يعني اللوك اوت بعت تريب للبريكر. ازاي جاي لي انيشيشن وفي نفس الوقت بتوريني ان البريكر قفلت؟ هو عشان البريكر تقفل مش لازم يكون اللوك اوت ده مترست او ال 94 ده مترست؟ يبقى ازاي الستارت سيجنال دي جايه لي معناها في اوفر كارنت لسه مد تريب، او في اكسترنال باينري اندو جاي لي لسه من لوك اوت، عشان كده التايمات لسه مخرجه ايه؟ واحد. فعمل ايه؟ خد اند جيت هنا، قال لك والله لو تي 1 خلص وتي 2 خلص وكانت البريكر هنا اوبن، اوبن يعني هنا السيجنال خارجه لك كام؟ صفر. لو كانت البريكر اوبن ساعتها الاند جيت دي ساعتها هيجي هنا صفر يتقلب واحد، صح؟ والتايمر تي 1 وتي 2 خرجوا يجي لك هنا واحد، الواحد دي الواحد ده يدخل لك على الاند جيت ده على نوت يقلبها لك صفر، وهنا على النوت يقلبها لك صفر، يمنع لك الري تريب والايه؟ والباك اب تريب. ده معناه لو انت اديت انيشيشن وبعد التايم اب دي هو شايف اصلا البريكر فتحت اللي هو الدنيا بقت نورمال عادي، وجيت حضرتك مثلت له ان البريكر قفلت، هو مش فاهمك، لان اللي انت بتعمله ده ان لوجيك. تمام؟ الكلام ده مش حقيقي، ما ينفعش اصلا يحصل. لكن في السيمز الكلام ده كان بيحصل، كنت بتدي انيشيشن عادي وتبقى قاعد ساعه بتتكلم مع صاحبك، بعد كده ترفع التيار او تدي بريكر ستيتس يبتدي يدي معاك ري تريب وباك اب تريب ويعد التايمات. صح؟ اي بي بي بيفكر لها بلوجيك تاني خالص. طالما انا اديت تريب او اديت ري تريب واديت باك اب تريب التايمات بتاعتهم خلصت ولقيت ان البريكر اوريدي اوبن، يبقى خلاص ما ينفعش بعد كده ادي البريكر ايه؟ ما ينفعش بعد كده اعمل ري تريب او باك اب تريب لو شفت البريكر كلوز. امتى ادي ري تريب وباك اب تريب؟ يبقى لازم الانيشيشن يروح من عندي بعد كده يجي لي تاني.
راح من عندي معناه ان الريست الدنيا بعد كده جالي تاني معناه كده في تريب كوماند جديد ايه جالي في الحاله دي تمام. طيب التايمر تي 3 هنا برده مختلف عن السيمنز. السيمنز كان فيه ايه؟ كان يجي لك السيجنال بتاعتك بتاعت السيركت بريكر 40 تمام اللي هي جايه من التريب سيركت 1 اند 2 سوبرفيجن فيل، جايه من الاس اف 6 لو ستيج 2، جايه من الاوبن بلوك في الهيدروليك سيركت بريكر او الهيدروليك بريشر تريب لوك اوت تمام. السيجنالز دي لما بتجي لك هنا كباينري انبوت بتخش لك على الفيرتشوال انبوت اللي اسمه سي بي فولتي اللي هو هو مكانه اسمه سي بي فولتي. لما كانت بتجي لك السيجنال دي في السيمنز كان بيستنى معاها انيشيشن، والانيشيشن كان عشان يجي في السيمنز كان محتاج ان البريكر تكون كلوز، يعني جاله انيشيشن من بره والبريكر كلوز يروح يشوف لو البريكر ديفكتيف يعد زمن ويديك ايه الباك اب ترب على طول بعد زمن صغير. احنا قلنا ساعات بيجي انستنتينيوس ساعات بيجي 50 ايه ملي سكند. في الاي بي بي ما بيفكرش كده، في الاي بي بي بيقول لك ايه، انا لما بيجي لي السيمي فولتي هعد التايم الاول بغض النظر عندي انيشيشن او ما عنديش، يعني بغض النظر عندي انيشيشن او ما عنديش هعد التايم واطلع هنا واحد. لو جالك بعديها انيشيشن اللي يحصل؟ كده هطلب انستنتينيوس، طلع باسبار انستنتينيوس، وده فعلا اللوجيك الطبيعي للسيركت بريكر ديفكتيف. طب افرض الانيشيشن جالك في نفس اللحظه جالك معانا السي بي ديفكتيف، يبقى التريب هيطلع امتى؟ بعد ما تي 3 يعدي، لان هنا في واحد جالك لكن هنا الواحد لسه ما خرجش من تي 3 اللي بعد ما هي تعد. صح ولا غلطان؟ فتي 3 انت هنا ما ينفعش تحطها لي بقى كام؟ 5 ثواني ولا 6 ثواني ولا 10 ثواني. لان لو حطيتها بالزمن ده ايه اللي هيحصل؟ لو جم الاثنين مع بعض مين اللي هيخرج؟ اكيد مش هيخرج تريب بعد 10 ثواني، خلاص تي 2 هي اللي هتخرج. صح ولا غلطان؟ يبقى ما استفدتش حاجه من السي بي ديفكتيف، الاكشن بتاعها ما استفدتش منه حاجه. فقال لي اداك التايم ده براحتك. والله التايم ده انت ممكن تحطه باي كود، ممكن تحطه بخمس ثواني. والخارج بتاعه يعني لو جالك انبوت هنا على الفيرشوال انبوت ده يخرج لك اوت هنا يقول لك الارم ان انا عندي سيركت بريكر مالها فيها مشكله تعالى صلحها. لو انت خليت الزمن ده كبير يبقى ملهاش اي لازمه عندك الا في حاله واحده، لو كانت السيركت بريكر ديفكتيف من زمن وبعد كده حصل تريب، ساعتها الباسبار يخرج انستنتينيس. لكن لو جالك انيشيشن في نفس اللحظه جالك ان السيركت بريكر ديفكتيف مش هيكون ليها اي تاثير عندك. عشان كده لو انت عايز تعمل ماتشنج بين الريلين تخليه زي سيمنز تحط التايم ده بكام؟ ب 50 مللي. والله الاثنين سيجنال جم مع بعض الانيشيشن والسي بي فولتي اللي هم دول، السي بي فولتي مع الانيشيشن ساعتها هيتربط بعد كام؟ بعد 50 زي السيمنز. لو جالك انيشيشن وكان السي بي فولتي اصلا اوريدي جه من بدري واشتغل والتايمر تي 3 خلاص عاد، ساعتها هيطلع انستنتينيوس، وده اللوجيك اللي احنا اصلا عايزينه في الحقيقه ان هو يخرج ايه؟ انستنتينيوس. تمام كده؟ حلو. دي الايه الفروقات اللي عندك. طيب في لقطه بس معينه عايزك تضيفها عندك في الورق بعد ما نخلص، ان السي بي فولتي هناك في السيمنز كانت عادي بتطلع عادي مع تي 2 والحياه حلوه. هنا في الاي بي بي فكر بطريقه ثانيه، انا عندي سي بي فولتي قلت له اه، وجالك انيشيشن قال لك اه، قال لك ما تطلعليش تي 1 اصلا. تي 1 دي تخرج بره الحسبان اصلا، ما تبقاش موجوده معايا. فبياخد الخارج بتاعك بيعمله نوت على مين؟ على الريتريب. يعني عندك سيركت بريكر ديفكتيف عمره ما الريتريب هيخرج. حتى لو كان التايم ده كبير، يعني لو انت مثلا سيب التايم تي 3 حطيته 200 المفترض بعد 120 هنا مفترض ده ايه؟ يخرج. صح كده ولا غلطان؟ الريتريب ما يخرجش طالما في عندك سي بي ايه؟ سي بي فولتي. تمام؟ عشان كده وانتوا شغالين لو حد فيكم ادى سي بي فولتي واخد اللي اتضايق مع الريتريب عمره ما اتضايقت الريتريب منها هتطلع اصلا. تمام؟ طالما في ايه؟ سيركت بريكر فولت عندي. تمام؟ ده كده الايه؟ اللوجيك بتاعي. طيب نيجي بقى للسيتنج بتاعتك عشان يندكيت البريكر كلوز ولا لا، في عنده سيتنج يا اما كرنت يا اما سي بي ستيتس يا اما بوث. كرنت يبقى هيشوف اي فازه من التيارات الثلاثه عدت سيتنج معين عندك معناها البريكر كلوز. سي بي ستيتس خلاص يبقى يجي لك باينري انبوت من بره حاله البريكر. وبوث دي معناها اور جيت، يعني سواء الكرنت اعلى او سواء البريكر كلوز ده معناه ان البريكر مالها لسه مقفوله. تعال نشوف الكلام ده هننفذه هنا ازاي. انا عندي ادي السي بي اف الفانكشن بتاعتها اسمها سي سي بي ار بي ار اف. تمام؟ الفانكشن دي ليها اربعه فيرشوال انبوت وثلاثه فيرشوال اوت. الفيرشوال انبوت الاولاني بلوك وده ما بنستخدموش. الفيرشوال انبوت الثاني اللي هو ستارت ده الانيشيشن. انا عامل هنا اور جيت واخد فيها جنرال اوفر كرنت تريب والجنرال ايرث فولت تريب والايه؟ والاكسترنال انيشيشن. تمام؟ اكسترنال انيشيشن ده عن طريق ايه؟ باينري انبوت. تمام اهو وضع عن طريق باينري انبوت نمبر كام؟ نمبر 1. اوكي تمام ممتاز.
طيب ده كده بالنسبه لي مين؟ الانيشيشن. حلو؟ طيب بعد كده عندي السيركت بريكر كلوز، ده لو انا عايز اشتغل بالسي بي ستيتس بس فممكن اعمل باينري انبوت هنا للسي بي كلوز. انا واخد له اني باينري انبوت؟ هنا واخد له باينري انبوت رقم 2. حلو؟ لا انا هلغي ده من هنا واخد له باينري انبوت تاني رقم 3. اي باينري انبوت بقى 110 رقم 3. نركز بقى في الحته دي عشان دي جديده. تمام؟ هاخد الباينري انبوت ده هنا كده وهعمل باينري انبوت تاني لحاله مين؟ السي بي ديفكتيف. كونكت ونيو فاريبل واقول له هنا ايه؟ سي بي ديفكتيف. تمام كده؟ هخرج انا بقى هنا فوق تاني عند البريكر فيلير. السي بي كلوز انا موصلها زي ما هي. تمام؟ جايه من باينري انبوت رقم 3. تمام؟ هسيبها مش هعمل نوت. هقدر اتحكم فيها ان انا اخليها كلوز وابن، هنعرف ازاي. والسي بي فولتي اخدها من باينري انبوت رقم 2 اللي احنا حاطينه تحت، واقول له اكزيستنج فاريبل وادور على سيجنال اسمها سي بي ديفكتيف. حلو كده؟ والاوتبوت بتاعك الاوتبوت الفوقاني تي ار بي يو اللي هو تريب بتاع باك اب تريب، والاوتبوت التحتاني تي ار ار اي تي اللي هو الري تريب. تمام كده؟ انا خدت الباك اب تريب ده على اوتبوت كونتاكت اللي هو اس او 1. نصغر بس هنا كده. خدته هنا على اوتبوت كونتاكت اللي هو اس او 1 اللي هو التريب بتاعي عشان احسب بيه التايم ديلي بتاع تي 2. طبعا تي 1 ما فيهاش مشكله يعني، مش هي اللي فيها اللعب يعني، هي دايما ب 120. وخدت الري تريب والباك اب تريب اكشوال لازم احطهم فين؟ في الديستربنس ريكوردر، صح كده ولا غلطان؟ ولازم اخدهم على ايه؟ على الليدات. فانا اوريدي هنا واخدهم على الليدات، مرحله ديستربنس ريكوردر هنجيبها بعدين، واخدهم على اخر الليدتين، الليد رقم 10 والليد رقم كام؟ رقم 11. تمام كده؟ والديستربنس ريكوردر لسه هنشوفه ايه؟ بعدين. كل المطلوب مني دلوقتي ان انا عايز اشيك عن طريق الكرنت مره، عن طريق بريكر ستاتس مره، عايز احسب التايم ديلي، عايز احسبه لما يكون في الدنيا عاديه، ومره لما يكون السيركت بريكر مالها ديفكتيف. حلو كده؟ حلو. طيب هسيف انا الكلام ده بقى ككونفجريشن واروح للسيتنج بتاعت البريكر فيلير. اول حاجه بيسالني هل البريكر فيلير انت عايز اون ولا اوف؟ قلت له اون. قال لي الفاليو بتاعت الكرنت عشان تعرف منه البريكر مقفول ولا لا كام، فبنحط بوينت 1 زي ما اتفقنا. اقل قيمه ما تكونش اقل من بوينت 1، حتى هو بيحصرك برضو ان هي بوينت 05، اقل حاجه عندك بوينت 05، ما ينفعش تحط اقل من كده عشان ايه؟ ممكن يكون ايه يعني، انت مفترض تحطها اقرب حاجه ان تعرف منها البريكر مفتوحه ولا مقفوله، بس قليله جدا اه، بس ما تحطهاش تحت خالص يعني. تمام؟ طيب البوينت 3 ده ريزيدوال، خلي بالك ان السيتنج بتاعتنا بير يونت، يعني قيمه من الاي ان من النومينال كرنت بتاع الايه؟ سي تي، سكند بتاع سي تي. طيب السيركت بريكر فيلير تريب مود 1 اوت اوف 3. تمام؟ 1 اوت اوف 3 وفي 2 اوت اوف 4 1 اوت اوف 4. 1 اوت اوف 3 يعني اي فازه من الثلاثه فيز يعدي السيتنج بتاع بوينت 1 معنى كده بريكر مالها كلوز. 1 اوت اوف 4 معناها ايه؟ معناها اي فازه من الثلاث فازات تعدي قيمه البوينت 1 او الريزيدوال كرنت يعدي بوينت 3 معناها البريكر بالنسبه لي كلوز. 2 اوت اوف 4 معناها لازم فازه من الثلاثه تعدي بوينت 1 وكمان يكون في امبالانس ما بين الثلاث فازات قيمته كام؟ بوينت 3. انا هاخدها 1 اوت اوف 3. بعد كده يجي لي السيركت بريكر فيلير مود، تحب بريكر ستيتس ولا كرنت ولا ايه بالظبط؟ هبتديها بالكرنت. نيجي بعد كده السيركت بريكر فيلير ريتريب مود، مش هتفرق معايا في حاجه بس عادي مفيش مشكله، ممكن تقول له كرنت تشيك هو كمان. بعد كده يجي لك الريتريب تايم بكام؟ 120. الباك اب تايم كام؟ 240. والسي بي فولت بكام؟ ب 50. طيب احنا اتفقنا عشان عايزين نختبر البيك اب والدروب اوف، مش هينفع اطبق نفس الكلام اللي كنت بعمله في السيمنز. السيمنز كنت بدي انيشيشن وبعد كده ابتدي ارفع الكرنت جرادولي. هنا لو اديت انيشيشن وتايمر تي 1 و2 خلصوا هيطلعوا لي هنا على الاند جيت، خلال 240 سكند هيكون تي 1 وتي 2 خلصوا، فالاند جيت دي هيجي لي هنا 1 وهنا 1 وانا لسه ما حنتش طيار، فيطلع لك ان البريكر اوبن، فيطلع لك هنا ايه؟ صفر، فيتقلب واحد، فساعتها يمنع ايه؟ الري تريب ويمنع الايه؟ الباك اب تريب. تمام؟ حتى لو انت رجعت ايه؟ حقنت تاني. ماشي؟ حلو قوي. طبعا انت ممكن تيجي تبص في اللوجيك، احنا اللوجيك راسمينه كفكر. واحد يجي يقول لي ما البريك بعد ما تقفل السيجنال دي هتبقى بواحد فتقلب صفر، فهنا خلاص يرجع لوضعه الطبيعي تاني ويتربب. لا احنا راسمينها بس كفكر احنا بنتكلم بيه، مش راسمينها زي المانيوال بالظبط، احنا بنقول بس الفكره ماشيه ازاي. لكن طبعا اول ما يحصل كده بلوك اللي انت شايفها دي اللي هي دي، المفترض كنت اخد خارج الاند جيت دي وارسمها لك على ورقه بعد ما اخلص، اخدها اور جيت مع الايه؟ مع الدخل، عشان يفضل عامل لكش على نفسه لحد ما الدنيا ايه؟
تفتح تاني. هوريها لك يعني هنعملها بعد ما نخلص. طيب خلصنا احنا كده الايه السيتنج بتاعتنا، نقفل وايه ونبعت على الريلي. نوقف بقى لحد ما يبعت. تمام خلاص هو كده بعت ايه، بعت على الريلي. ماشي هنيجي نفتح احنا قدامنا السيجنال مونيتورنج عشان نشوف الليدات بتاعتنا. هنشوف هنا الايه الستاتس بتاعت الليدات بتاعتنا. طبعا احنا واخدينهم اخر ليدتين، هم دول اخر ليدتين، بس برضو ايه في لقطه ثانيه هنيجي نقولها. طيب افتح هنا كده. حلو دلوقتي انا هعمل الانيشيشن بتاعي اكسترنال، هقفل اوفر كارنت والكلام ده وهعمل الانيشيشن بتاعي ماله اكسترنال. طيب بالنسبه لو انا عايز ادي انيشيشن، لو اديت انيشيشن وما حقنتش تيار هاجي ارفع التيار بعد كده جرادول ايه مش هينفع معايا. فاحنا في حته هنا تطرقنا لها، قلنا بعد ما التايمات بتخلص، بعد ما التايمات بتخلص لازم التايمين يخلصوا، فساعتها لو انت رجعت بعد كده مثلت له حاجه بريك كروز مش هيتقبلها ايه، مش هيتقبلها منك. فدي تدينا انديكيشن ان انا ممكن اعمل حاجه لذيذه جدا في السيتنج بتاعتي. اجي اروح في البريكر فيلير واخلي التايمر تي 1 مثلا اخليه اكبر ما يمكن، اللي هو 60000 اللي هي 1 مينيت. تمام؟ ففي الحاله دي اقدر ازود جراديوال عادي واقلل براحتي. ليه؟ لان تي 1 مش هيكون لسه خلص. فحتى لو تي 2 خلص وانا ابتديت ازود التيار جراديوالي الحياه هتمشي معايا كويسه جدا عادي مفيش اي مشاكل. تمام؟ فهاجي هنا انا خلاص خليت الزمن ده 60000، هبتدي اجي هنا في الديستربنس مونيتورنج هنا اشوف اخر ليدتين عندي. هروح هنا للكونفجريشن، هنهدي الانشيشن عن طريق باينري انبوت نمبر 1. فباينري انبوت نمبر 1 انا موصله على فيزر ريد في الفريجه، فهقلب الفيزر ريد دي الجهد بتاعها ايه؟ دي سي. تمام؟ طيب فاجي احنا هنا 125 ايه؟ فولت دي سي، اشيل ستوب في جولدي عادي خالص وادي ايه؟ وادي ستارت. البيك اب عندي عند بوينت 1. فبعد ما يدي ستارت هبتدي ارفع انا الكرنت ده ايه؟ جرادولي لحد ما تخرج عندي الايه؟ الباك اب. طبعا الريتر مش تخرج من زمانها لسه 60000. تمام؟ ففعلا حصل عندي بيك اب عند بوينت 103 وتنزل لحد ما يحصل ايه؟ دروب اوف عند ايه؟ عند بوينت 1. يبقى انا كده جبت الايه؟ البيك اب والدروب اوف بتاع مين؟ بتاع الكرنت. لو حبيت احسب التايم ديلي بتاعي قلنا نحن الضعف على طول مع انيشيشن تي 1. استنى لحظه واحده كده. لما تحب تيجي تحسب التايم هيطلع معاك انستنتينس بالشكل ده. تمام؟ ليه؟ لان التريب لسه خارج اصلا، كل ما تحقن هيخرج على طول، لان تي 2 اصلا خلص عد. فكل مره هتيجي تحقن فاهمني هيطلع، لان تي 1 لسه 60000. فلما تيجي تحسب التريب تايم روح هنا ورجع، لازم ترجع دي للوضعات الطبيعيه تاني 120. لو فضلت سايبها 60000 هيطلع كل مره التريب انستنتينس على طول. فترجع التايم تاني وضعه الطبيعي عشان تخرج معاك كام؟ ال 240 ايه؟ من السكند بتاعك. فدي الحاله الطبيعيه البيزك اللي احنا بنشتغل ايه؟ اللي بنشتغل بيه. لو انا حبيت اشيك على السي في ستيتس هختار هنا سيركل بريكر ستيتس وابعت. تمام؟ لو جيت حقنت مفيش اي حاجه هتحصل. ليه؟ لان هو عايز يعتمد على البريكر ستيتس مش عايز يعتمد على مين؟ على الكرنت. فتقول له ده صفر. طيب البريكر ستيتس انا كنت رابطها باينري انبوت رقم كام؟ رقم 3، والباينري انبوت رقم 3 انا مش حقنه، وفي نفس الوقت انا ما عنديش هنا مش عامل وايرنج الباينري انبوت رقم كام؟ رقم 3. فهو دلوقتي بالنسبه لي صفر، يعني البريكر مالها اوبن. طب عايز اخليه كلوز، اروح للاي دي كونفجريشن هاردوير كونفجريشن واروح لمين؟ لاكس 110 واجي على باينري انبوت رقم 3 اللي فيها اعمله ايه؟ ترو. فهو دلوقتي حالته الطبيعيه هيقلب ان هو يبقى بكام؟ يبقى ب 1. ففي الحاله دي اكني مثلت بالظبط ان البريكر مالها كلوز، فجت دي انيشيشن يطرب عادي بعد كام؟ 240. دي حاجه تساعدك، لان انت لو كنت عملتها نوت جوه الكونفجريشن كان معنى كده على طول البريكر كلوز. انت عايز مره تجرب بريكر اوبن ومره بريكر ايه؟ كلوز. فكنت مره تروح تشيل النوت ومره تحط الايه؟ النوت. طب وليه؟ انا هوصل السيجنال عادي في الكونفجريشن على حاله السي بي كلوز، واجي هنا الباينري انبوت لو عملته فولس معناه اكتيف هاي،
طول ما انا مش حاقن عليه بالنسبه لي صفر، فمعنى كده البريكر اوبن. اجي هنا اقلبه ترو معناه ان انا خليته ايه انفرتد، فمعنى كده الباينري انبوت ماله بقى كانه موجود ب1، معنى كده البريكر كروس، فجاب لي الايه التايم ديلي بتاعي. واضحه؟ تمام. ارجع تاني هنا كده فولس وابعت. تمام كده خلصنا الايه الحته بتاعت الايه السيركت بريكر ايه ستيتس. لو عملتها طبعا بوس هتشتغل مع دي وهتشتغل ايه وهتشتغل مع دي. احنا دلوقتي هنعملها احنا دلوقتي عملناها لما عملنا بريكر ستيتس اكننا مثلنا الباينري انبوت اللي جاي لي بتاع الميكانيكال بروتكشن وما بصش على التيار، بص على مين؟ على البريكر ستيتس. يبقى ايفن حتى لو في عندك تيار برضه هيبص على مين؟ على السيمنز ستيتس، مش هيبص على التيار، بعكس السيمنز. السيمنز كان طول الوقت باصص على التيار، لكن لو مفيش تيار وجاله انيشيشن نتيجه الوزاوت كارنت مود ساعتها كان بيبص على مين؟ على البريكر ستيتس. حتى لو البريكر ستيتس كان جاله اوبن وفي تيار كان بيطر، هنا لا، لو في تيار مش هيطر، لازم يشوف سيمنز ستيتس. لو انت قلت له بوث دي افضل حاجه فيهم، اللي هو هيشيك على الكارنت ويشيك على مين؟ على السيمنز ستيتس. فطول الوقت كده بيشيك على مين؟ على التيار. افرض الفانكشن اشتغلت عندك زي الميكانيكال بروتكشن مفيش تيار معاها، يبقى ساعتها هيشيك على مين؟ على سيركت بريكر ستيتس اوتوماتيك. يعني كلمه بوس اللي هنا دي تمثل زي هناك بالظبط مين؟ اللي هي الكارنت العادي، اللي هو الكارنت مود العادي بتاعك هناك. تمام يا شباب؟ طيب دلوقتي بقى خلاص انسى دلوقتي البريكر ستيتس، هنشتغل بالتيار عادي. عايزين دلوقتي بقى نشوف حله السيركت بريكر ديفكتيف. انا دلوقتي لو اشتغلت بالتيار عادي اهو حقنت بولت 2 اجي اعمل ستارت، انا لسه ما بعتش البوز دي، اقول له هنا اوكي. لسه انا بس اوريك الاول الحاله الطبيعيه عندي ان هو طرب بعد 240 عادي. تمام؟ هاجي بقى المره الجايه انا موصل السيركت بريكر ديفكتيف مكان الفيز يلو في الفريجه، فاروح هنا تاني في الكونفجريشن واخلي فيز يلو اقلبها ايه؟ اقلبها دي سي. واجي هنا في السيكونس اخلي فيزا يلو حقنها ايه كمان 125. يبقى انا كده عندي اثنين انبوت، واحد للانيشيشن واحد لمين؟ للبريكر ديفكتيف معاهم تيار. فحقنت الاثنين مع بعض يبقى عندي انيشيشن وسي بي ديفكتيف ومعايا بريكر كلوز يطرب بعد مين؟ الزمن تي 3 اللي هم ال 50 ايه؟ 50 مللي سكند بتاعتنا. تمام كده؟ تمام كده؟ طيب تعال نشوف الحته اللي قلت لك عليها. لو انا اديته اصلا سي بي ديفكتيف يعني البريكر قبل كده اصلا كانت ديفكتيف، ايه اللي هيحصل؟ هيطرب المره دي انستنتينيس. ليه؟ لان تي 3 خلص عد. حضرتك اديته انيشيشن هوب على طول يدي ايه؟ يدي تريب انستنتينيس. يعني نفس الحقنه ايه بتاعتنا؟ حقنتها طرب بعد كام؟ 65 صح؟ هاجي انا اشيل الباينري انبوت بتاع الديفكتيف ده اخليه بصفر، اكني مش حاقن عليه حاجه، واروح هنا في الهاردوير كونفجريشن واخليه ايه؟ ترو. انبوت انفرجن اخليها ترو. يعني ايه انبوت انفرجن اخليها ترو؟ يعني الباينري انبوت دلوقتي وهو مش جاي لك اعتبره بكام؟ بواحد. مجرد ما يبعت على الفريجه الباينري انبوت ده جه دخل على السي بي فولتي عد التايمر تي 3، تي 3 دلوقتي مخلص خلاص عد ال 50 مللي سكند بتوعه. فالاوتبوت بتاع التايمر تي 3 هنا، اول ما انت تدي له انيشيشن الاند جيت دي تخرج كام؟ واحد. معاها كلوز يدي على طول مين؟ باك اب تريب انستنتينيوس. يعني نفس الحقنه هي ترجع لها تاني وتحن طلع معاك ايه؟ انستنتينيوس. عشان هو اصلا عنده المعلومه من زمان البريكر مالها كلوز. غير السيمنز. السيمنز عادي تدي السي بي ديفكتيف عادي، اول ما تيجي تحن انيشيشن يبتدي يعد التايمر مين؟ تي 3. لكن احنا قلنا في الاي بي بي لا، التي 3 بيبتدي يعد من اول ما السي بي ديفكتيف، بغض النظر جاله انيشيشن ما جالوش انيشيشن ملوش علاقه بالقصه دي. اول ما يجي سي بي ديفكتيف على طول ايه؟ يطلع لك الايه؟ السي بي ديفكتيف تخرج هنا ويطلع لك التريب انستنتينيوس على طول لو جاله ايه؟ لو جاله انيشيشن. تمام؟ زي ما اتفقنا اللوجيك هنا احنا رسمناه فقط نفرد بس الكلام ماشي ازاي، لكن يعني بالظبط بالظبط لسه هنرسمه بعد ما نخلص ونسحب الورق سكان. زي ما قلت لك عشان انت لو بصيت عليها بكل بساطه كده تيجي تقول لي طب ما البريكر قفلت فخلاص كل حاجه ترجع لوضعها الطبيعي وتهرب. لا، هو مفترض بياخد خارج الاند هنا ويعمل لاتش على نفسه. هوريكم ازاي، هنرسمها تاني. تمام؟ خلاص كده كده بالنسبه لي سيركت بريكر فيلير خلصت.